بابا لا تبكي لا تبكي، اهتمي بقدومي بل ما اخذ ماما على المستشفى واجي، ما منطول اوكي، بس 1 اور ساعة واحدة، انت صرت كبيرة، عدي لعبي بابا، طعميه اكله بالبراد وغيري له الحفوضة اوكي، انا حروح اخذ ماما. بابا مين حبيبتي لبسنا نحن وخلصنا اوكي، اكله موجود بالبراد وكل العابه تحت التخت وبالخزانة اوكي، ما حنطول ساعة. تعال تعال ماما وبابا راحوا، فيني انا اكون ماما لا قاعدة. حبيبي اسكت اسكت، جوعانة حبيبي عم تبكي، اوكي هجيب لك الاكل بس استنى. يا الله خايفة على ادم، كلش خايفة، خايفة جوعان حبيبي. يا حبيبتي ما قلت لك انا علمت لميلا كيف تهتم فيه وخبرته وين الاكل تبعه موجود وين البسكوت تبعه موجود وين الببرونة وين المي تبعه كله كله حبيبتي. خلصنا من الأكل. بدك مي؟ لا 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 ماما. إيه؟ أوكي. هلأ لازم نظفت الماك. لا لا أنا خايفة عن جهر، والله كلش خايفة. لا ليش تخافي ميلا؟ ميلا أنا حبيبتي معلمها وقايل لها إنه تهتم بآدم وتهتم بحالها. حيصير عمرها 7 سنين حبيبتي. هاتي سمعت بابا، سمعت بابا. والإنترنت هدول. ما شاء الله ميلا ذكية لا تخافي عليها. ميلا عندها أكل. ميلا عندها كل شيء. عندها أكل. إن شاء الله ما نطول، إن شاء الله ساعة ونرجع على البيت. يلا أكل سوق بسرعة بلا يلا. ليك 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 وصلنا وصلنا. ساوي أكل حلو وجه أوكي أدم. يلا يلا شو آكل فرست؟ آكل هيك. ما فيك تاكل أدم. بطني بلال خلاص حبيبتي. يا حبيبتي شو اكلة طيب امبارح؟ اخذة برد شو عاملة؟ والله بعرف يا بلال يكون معك تسمم. تذكري تذكري شو اكلة طيب بس بين ما نوصل حبيبتي. بتقولي جاني اكلت كتير كاندي، شو اعمل هلا؟ انا بعرف خرب كل السالة. يلا حبيبي ادم روح افتح وجيب لعبي. يلا يلا ادم هاي بلال ما وصلنا. عافية بلال شوف طريق مختصر الله يخليك. هلا هشوف كتير ايباد ادم وانت الا شو بك ادم عم تبكي؟ بس انا بدي العب. عايش تبكي ميلا ذكية لا تخافي عليها. ميلا عندها أكل. ميلا عندها كل شيء حبيبتي. يلا إن شاء الله ما نطول، إن شاء الله ساعة ونرجع على البيت. يلا في السوق بسرعة بلال. يلا ليك ليك وصلنا وصلنا. يلا يلا وصلنا. أي موية. يلا دايلي تاني. يلا يلا لازم غير له حفوضة. يلا آدم شوف أول خليني شوف آدم سوى كاكا. سوى كاكا. تعال خلصت ووف على عينك يا ماما. شو هلا اعمل؟ بلال انا خايفة عن جهر، والله كلش خايفة. لا ليش تخافي ميلا؟ ميلا انا حبيبتي معلمها وقايل لها انه تهتم بادم وتهتم بحالها. شو بتعمل؟ ولا شو بتلعب يا تاني باربي؟ هلا بنام.
طولي بالك. يلا يلا سبع دقايق ان شاء الله. حبيبتي تعالي تعالي، هي وصلنا على المستشفى حبيبتي. يلا شوي 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 شوي، تعالي من هون تعالي من هون تعالي من هون، في سيارات. يلا التسجيل تقريبا 4 ساعات وانتظار الدكتور شي 6 ساعات، فكل قالت لي لازم يعني ممكن تنتظر حوالي 10 ساعات. صدق والله العظيم شو ساوي؟ ما بتعرف الامرجنسي هون بكندا؟ مشي على البيت، مشي اخذ مسكنات. شو مسكنات؟ طيب نروح عند الدكتورة العائلية؟ مشي اول شي خلاها. طيب ما سكرت هلا الساعة حتصير 6؟ امشي هسا اليوم مشي الامور مباشرة مباشرة. يعني بدنا نضل 10 ساعات هون، بدنا نضل الساعة شي 5 الصبح وادم وميلا؟ لا امشي امشي على البيت امشي على البيت. تعالي خذني يلا حبيبتي يلا. هلا معي بالسيارة حبة مسكن، هلا بعطيكي حبة مسكن. بلال طريق مختصر، الله يخليك بلال. شو طريق مختصر؟ هلا كل العالم عم تطلع من شغله وليك الشاحنات. يا الله طيب شو ساوي انا حبيبتي؟ زعجقة من وين بدي اروح؟ امشي شوف طريق مختصر الله يخليك، انت هسه متاخر عن جهال. هلا امشي على البيت، ماما وبابا هيشوفونا. خايفة عن جهال بلال. لا حبيبتي لا تخافي عليهم، قلت لك انا ميلا حتهتم بادم وبتعرف مكان الاكل تبعه. خاف احد يدق الباب بلال؟ لا قلت لها 100%. ما ليش كان عم نحط لهم كل يوم انثى سنجاب؟
كل يوم بنحط له لا تفتحي الباب لحدا، لك يلا تضحكي عم نكت لك عشان تضحكي شوي. لك بلال خاف تطلع هسه تروح تطلع بالولد تسوي شيء ميلا. وين بدها تاخده حبيبتي؟ لا ما ميلا عقله حبيبتي كبيره صارت حيصير 7 سنين عمرها حبيبتي، ليش عم تخافي انت؟ بفرج على البيت وماما وبابا ما وصلوا الحمد لله. ادم حبيبي انبسطت؟ ادم حبيبي شو بدك نعمل هلا؟ نشوف كرتون؟ تعال نحط فيلم. بلال هذا الطريق أول مرة نشوفه، وين إحنا؟ والله حبيبتي قلتي لي روح من على اليمين روح من على اليسار، موتيني فوتيني بمليون حيط. لا بلال حط الجي بي إس، حط الجي بي إس عافية. وين إحنا؟ هاي بعيد، هذا بعيد عن بيتنا بلال. والله بعدنا. يا انا مش وقت حنوصل. كنا عم نمشي بالعكس وقت قلتي لي روح بين الحارات خربطتيني، كنا عم نمشي بالاتجاه المعاكس. هلا بدنا اكثر من ساعه لحتى نوصل. ليك وحارجع لف هلا باللف، وكل اللي مشيناه كل اللي مشيناه بدنا نرجعه هلا برجوع. لف لف يا معود لف. يا ربي يا الهي عم نمشي بالعكس وانا الاطفال يا ربي. امين امين. لا تخافي علي، انا تعبانه اكلت كل بشعر بس انا دايت. خليني دلاليان هلا ليان ما اشتجي البيتي انا خليقي هاتي شي. اوكي هستناكي، باي باي. ميلا كبيرة حبيبتي وانا قلت لك معلمة كتير شغلات. خلص صلي على النبي. حنروح حنروح يلا يلا بس تفتح الاشارة. خلص حنلف حنرجع برجوع حنرجع على الطريق الصحيح. يلا يلا بسرعة يلا غابت الشمس يلا. وين الاشارة؟ يا معود يا بلال اول مره اشوف الشارع. وين احنا؟ عم اقول لك خربطت والله ما صرنا ساعه نفتح. احس عبالك نفس المكان. لا لا يا ربي رح يصير دنيا ليل، تاخرنا على الجهاز حسين حصل الساعه 8. تعبنا تعي ارتاح. ميلا انا جوانه. انا كمان جوانه. شو رايك ناكل اندومي؟ يس اوكي انا هروح اسوي اندومي. اوكي بس يغلي المي هحط النودلز. هلا فار المي هحط النودلز. اوه اوكي اندومي صار جاهز. ثانك يو ميلا. يو ويلكم. اي نو واي سكول. ثانك يو ميلا. يو ويلكم. كلي انجوي. اوكي بلال وصلنا. ليك ليك وصلنا دقيقتين دقيقتين. يا ربي يا الهي كلش تاخرنا عز الساعة 9. يا ربي يا الهي ان شاء الله ماكو شيء عن جهال ان شاء الله. لا ما في شيء ما في شيء. دلك ميلة ذكية وسباعية ما في اي شيء. يا ربي احمي ما عز شكو ايش صار. بس في صوت اجين عم بسمع.
يلا امشي تعالي نشوف الاولاد شو صار معهم، تاخرنا اليوم ان شاء الله ما يكونوا يا رب تعبانين. ميلا الدومي ليش عم يبكي؟ ليش عم يبكي؟ شوفي شوفي هلا شو بقى الدومي؟ بدينا شلون اجيتي انتي ليان؟ شلون يا بابا انتي اهتميتي بقدومي؟ شكرا بابا هلا رجعنا نحن طولنا صار ليل بعرف صار ليل كتير. ليش عم يبكي حبيبي نعسان؟ انتي شلون اجيتي حبيبتي لولو لعنا؟ انا دقيت عشان هي تجي لانه انتو تاخرتوا ليش تاخروا؟ والله يا بابا كتير كان بالمستشفى عجقة. اوه حبيبي قدومي تأخرنا بالمستشفى بابا وما شفنا حتى دكتور كتير كان عجقة والله شاكو ازدحام كتير ازدحام ماما أخذت حبة مسكنة تحملت الألم مشان ما تترككم كتير بس والله بعرف تأخرنا ليكي صار بالليل يا بابا سمعنا صوت بالبلكونة وين هون بالبلكونة شو هو الصوت مثل شو شلو تعالوا شو يعني شو هو الصوت بابا هي عم تتحرك؟ شلون كانت عم تتحرك؟ هيك شوف بلالاني بعد ما تحملاني اكو شي بالبيت اكلتوا ولا بدكم تاكلوا؟ اكلنا شو اكلتوا؟ الباب برأيكم يا جايز منو طلع على الباب انتظروا الجزء الثاني.